So I heard that everyone has a secret within themselves. And what I heard is it sounds like through unlocking that secret, you find your mission. Does everyone have the same secret? سيدي الشيخ هو يقول حسب ما فهم منكم أن كل إنسان عنده سر في ذاته، وحسب ما فهم من كلامكم أن كل إنسان إذا وجد هذا السر عرف غايته في الحياة. هل كلنا عندنا نفس السر أو السر يختلف من إنسان إلى آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا شكرا للأخ على هذا السؤال، يعني وسنتمم الموضوع حقيقة، يعني ما بدأنا وسنتممه. نعم، هو في الحقيقة كل إنسان لديه سر، كل إنسان لديه سر في قلبه، وهذا بالنسبة نحن لديننا الحنيف هذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله طبعا الخلق على فطرة الإسلام، يعني هذا. وفي حديث آخر: خلق الله الخلق في ظلمة فألقى عليهم بنوره، فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه ظلم، جف القلب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وحاشى رب سبحانه وتعالى أن يريد أحد أن يصيبه فيخطئه. إذن رب سبحانه وتعالى خلقنا وخلق فينا سر، ولكن هذا السر الأخ يسأل، ما دام كل واحد فيه سر فكل واحد يجتهد ويبحث عن هذا السر. نعم، هذه هي غاية التي خلقنا الله عليها وفطرنا الله عليها، جعل فينا سر وجعل لنا قانون نسري عليه حتى نصل إلى هذا السر. هذا القانون أتت به الأنبياء والمرسلين، كل نبي وكل رسول عليهم صلوات الله أجمع بدون استثناء أتى في ديانته كيفية الوصول لهذا السر. ما هو هذا السر؟ هذا السر معرفة الله، حب الله، الفناء في الله، هذا هو. فهذا السر يوجد، وأنا عندما أعطيت هذا المصطلح حب الله والفناء في الله ومعرفة الله، ليس هو كونه يعني بهذا المصطلح فقط، بل هو أعمق وأكثر سعة من هذا اللفظ، إلا أن هذا اللفظ كأنه عنوان لهذا السر. ولكن هل هذا السر يتفاوت ما بين إنسان وإنسان؟ نعم، تفاوت السر على تفاوت الأنفس. خلق الله سبحانه وتعالى النفوس على 7 مراتب، فخلق النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس الملهمة والنفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية والنفس الكاملة. إذا رأينا هذا الوصف نتاع 7 مراتب للنفوس، يعني كل هذه الأسرار لهذه النفوس تمر من سر إلى سر إلى سر. فنحن نقول سر، هذا السر، ما معنى سر؟ سر هو أمر باطني بين العبد والمولى، لا يطلع عليه حتى الملائكة، الملائكة ولا تستطيع أن تطلع على هذا السر فتكتبه، ولا حتى الشياطين فتفسده. هي علاقة إيمانية بينك وبين الباري سبحانه عز وجل، ولكن هذه العلاقة الإيمانية لها رطب على قدر تقربك لله بالتعبد بالمعرفة بالعلم، إلا أنك حصدت رطبة من هذا السر. وأنت إذا اجتهدت وجاهدت نفسك أكثر إلا اتسعت في فهم وعلم هذا السر، فنسميه نحن مثلا في طريقتنا السر وسر السر وسر السر السر، حتى نعطي مفهوم أبعد وأوسع شيئا ما بكون هذا السر، كأن بدايته منك أنت في البحث ونهايته بلا نهاية. لأن طبعا معرفتك لله سبحانه عز وجل، فالله أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، فلا تستطيع أن تحصر أو تحصر هذه المعرفة في جملة أو في كلمة أو في قصيدة أو في مجلد، بل هذا يبقى مفتوح، يبقى المجال مفتوح، ولكن على قدر وصلك أنت فلك سر، وعلى قدر وصلك أنت فتسعى لهذا السر. وليس هذا هو الغريب، الغريب والأغرب
بأن ربي سبحانه وتعالى أقامك في المكان المناسب من أجل أن تصل وتبحث وتعلم معنى هذا السر، فما عليك إلا أن تتفطن لأن ربي معك أينما كنت، فما دام خلقك مثلا في هذا البلد فربي معك في هذا البلد والسر معك في هذا البلد، ولكن عليك أنت أن تبحث في فلكك الذي هو في هذا الوطن حتى تستطيع أن تستخرج هذه الجوهرة الثمينة وهذا السر الأعمق المكنون فيك، لأن عندما تتخذ مرشدا وتبحث عن هذا المرشد ويدلك على هذا السر هو يريك كيفية الوصول إلى هذا السر، يريك كيفية يأخذك كأنك طفل ويريك ويطعمك شيئا وشيئا. بماذا يطعمك؟ يطعمك بحب الله، يطعمك بمعرفة الله، يطعمك بالإيمان بالله، إلى أن يوصلك إلى هذا السر المكنون فيك أصلا إن كنت فعلا راغب أن تبحث عن هذا السر. ولكن إن كانت ليس لك رغبة وليس لك حب وليس لك تطلع لهذا الأمر، فيصبح في الحقيقة تصبح حياتك كأنك ميت، حياتك مبنية على أكل وشرب، كسب، بيت، سيارة، زوجة، وانتهى دورك في الحياة، وعندما مت مات معك كل شيء. ولكن إذا بحثت عن هذا السر في الحقيقة أدركت أنك تعيش الحرية وتعيش الإطلاق في هذا الأين المقيد، وتعيش الماضي والحاضر والمستقبل في هذا الزمن الذي تعيشه أنت في هذه الحياة، فتصبح حياتك متسعة وأوسع وأكبر. لذلك الأنبياء تجدهم كانوا في قمة السعادة، كانوا في قمة الحرية، لأن عندهم سر، حتى ولو كانوا مضطهدين ممن حولهم ولكن كانوا يعيشون في حياة أزلية. فإذا قرأت سيرة عيسى عليه الصلاة والسلام وسيرة موسى عليه الصلاة والسلام وسيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيرة نوح عليه السلام، كلهم تجدهم عاشوا في ضيق ولكنهم سعداء، هم كانوا في قمة السعادة، كل واحد تجلى عليه الفلك بصعوبة، ولكن بهذا السر عندما أدرك حقيقته وأدرك وصله وعلاقته بمولاه فارحة وسعيدة في دنيا قبل أخرى. فلذلك أنت لست إنسان عادي، أنت كنز مخفي خلقك الله، ولكن أنت عندك مشكل واحد، لا تعرف كيف أن تحفر على بئر قلبك وتستخرج هذا الكنز الثمين الدفين فيك منذ نشأتك الأولى. هذه نقطة أولا. ثم عليك أن تبحث عن من يساعدك، لأنه عليه أن يكون مر بنفس التجربة ولم يأخذها سمعا ونظرية وقولا وكتابة أو ورقة، بل هو مر بنفس التجربة حتى تمر معه بنفس التجربة وتستخرج هذا الكنز المخفي فيك. ستفرح، ستتغير نظرتك للحياة، تتغير نظرتك للعلوم، تتغير نظرتك للدين، تعلم لما خلقت، تعلم ما مضى وما أتى وما أنت تعيشه وما أتى هو مجموع في لحظة وجودك أنت. فعليك أن تستغنم هذه الغنيمة ولا تتركها أو تهملها فتفقدها بعدما هي خلقت أنت من أجلها. لذلك عندنا في الحديث الشريف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير الآية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي إلا ليعرفون. وابن عباس قبل أن تنتقداني فهو حبر الأمة وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذاك، والسلام عليكم.